تابعة للبلديات واللي حاولوا باش يستغلوا الرعاية تاعها ولقاو صعوبات ممكن أنهم يوفيونا بقائمة لأن سيد وزير الداخلية طلب قائمة مفصلة في كل البنايات التي ما زالت على ملك البلديات وتستغل الوزارة من تقود وترفض المجلس الخصوصية إتمام التفويض في العقار. وبما أن العقار هو أساس البرمجة للجهاز البيانات الثقافية فإن إعداد قاعدة بيانات المؤسسة الثقافية بجهات يعتبر من أهم العناصر التي يمكن أن يعتمد عليها لتطوير البيانات وأوجه الاستغلال والرقي بالعمل الثقافي. وفي ظل الهيكل الجديد للمندوبيات المقترح أن تتولى المندوبية الجهوية جمع المعطيات المتوفرة لديه والخاصة بالتجهيزات والإدارة البشرية أو تنسيق مع المسار الجهوية لجمع المعطيات الفنية كالملفات الفنية والمتعلقة بالمنظومة. هذا الشأن سيستعيننا حتما في إرساء قاعدة بيانات يمكن اعتمادها لتطوير البنية الأساسية بشكل عام. أنتقل إلى النقطة الثانية التي تخص إنجاز البنايات الثقافية بجهات. طبقا لما جاء بالأمر عدد 24-74 سنة 2000 المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصمة الجهوية فإن كل البنايات التي تنجز الجهات وتكتب الوزارة تعتبر مشاريع جهوية يتم إنجازها عن طريق الهيكل الجهوي المختص في إنجاز البنايات المدنية وهو إدارة الجهوية والتجهيز بصفته صاحب مشروع مفوض من قبل المجلس الجهوي الذي تحال إليه الاعتمادات المبرمجة لإنجاز المشروع أو صيانته أو تهيئته. وحيث قررت الوزارة في الارتباط بالبلديات لإنجاز مشاريع التفادي لتكرار التجاوزات التي حصلت في السابق والأمثلة على ذلك عديدة والقائمة التي نعرفها فإننا ندعو السادة المندوبين للعمل على تنسيق مع المسار الجهوي للتجهيز لتفادي الرجوع للممارسات القديمة ومنع تحويل الاعتمادات المحالة في المجالس الجهوية إلى البلديات. وآخر مشكل صار في الصدد هذايا مع زميلنا في زوار سي منجي وعنده الوثائق اللازمة اللي تثبت أنه ماهوش ممكن باش نواصلوا فيها التعدي هذايا. والسيد الوزير خذا في الشأن هذايا خذا قرار وراسل السيد الوالي بطريقة اللي تراجعوا تماما في الاعتمادات التي أحالوها إلى بلدية الفحص. وفي انتظار هيكلة المندوبيات حتى سيتم إحداث مصلحة قانونية يمكن للسادة المندوبين موصلة طلب التنسيق المباشر بين المصالح الجهوية وإدارة الأمنيات الوزارة. النقطة الثالثة الصيانة الدورية وتحسين البنايات التجديد. بخصوص البنايات نلاحظ أن عمليات الصيانة الدورية غير منتظمة وفي بعض الحالات يتم التفطن إلى أن بعض البنايات أصبحت إلى حد اليوم واقع سيد المندوب التصرف على مستوى المندوبية والإيجاب